دعونا نأكل معا، نأكل سوية أو سويا، اسمحوا لنا. يدا لات أن هذه أس لات أس، ممكن نختصرها نحذف اليو تصبح لاتس. دعونا نأكل eat معا أو سويا together. دعونا نذهب إلى المنزل let's go home. ممكن شخص يسأل وين إلى؟ يعني لازم يكون to، لكن هنا لا نستخدم to. لماذا؟ لأنه عندنا هنا ظرف مكان home. دعونا نتشارك let's share. دعونا نتمشى let's take a walk. دعونا نأخذ قسم الراحة ونرتاح let's take a break.